بس انتي وين كنتي وانا وين كنت؟ عينك ما تشوف اللي صار فيي يا منيرة خانم. بس عن جد عن جد ما بلومك، لانه مثل ما قلتي الجو كان كتير كتير حماسي، وانا هيك لما لقيت لك الناس عم ترقص وتزلغت ومتصور زلغت معهم، طلعت لك هيك ولا لقيت واحد سحب فرد من جيبته؟ تعبت بالبداية، لقيته قوص من فرحه، قمت من فرحتي انا مسكت الفرد منه وصرت قوص. اي والله قوصت بالفرد يا منيرة خانم. قام ابن اللذينة انكر انه هو قوص كمان، وانكر انه كان عم يشجع الفريق نفسه اللي كنا عم نشجعه، وقال انه هو كان عم يشجع فريق هداف الفطوحي. تصوري ادعى هيك الحقير. لك بس انتي وين كنتي منيرة خانو؟ طلعت هيك فجأة ما عاد لقيتك قدامي، وين كنتي؟ وانا كمان دورت عليكي وما عاد شفتك. ولما انقلبت الزلغيت لولويل وعيار، طلعت هيك ما لقيت لك الا خمسة مدري ستة هيك هاجمين علي وشحطوني شحط. بس فهميني شلون هيك رحتي بالباص؟ طيب انتي ليش ما شحطيني معي؟ عن جد ما كان صار اللي صار. ليش انا بعرف حالي كيف لقيت حالي بالباص؟ ضاجت العالم بعد ما فوت سداد الرابح الجول الخامس، وانا كمان ضجت وصرت زلغت كمان. زلغتي انتي كمان منيرة خانو؟ لك ايه زلغتت. بتعرفي انا بحياتي مو مزلغطة، واصلا ما بطيقة للزلغطة، بس ما بعرف مدري شو بيصير له الواحد لما بيكون بالملعب مع الناس. صفرت وزمرت، عم قلك ساويت شي بحياتي ما ساويته. بس بدك الحقيقة انبسطت، انبسطت كتير، يعني بعرسي ما انبسط هيك. الله يصلحك. وشلون رحتي على حلب؟ هذا بيعمل عملتك. عم قلك ما بعرف كيف، ليش الواحد بالزحمة بيعرف حاله وين ماشي. ايه منيح ما وقعت، كنت رحت بين الرجلين وما حدا حس فيني. اللي صرت اندفش اندفش لصرت على باب الباص، واللي وراي صار يقلي اطلعي يا اختي اطلعي خلصينا. طلعت ومشي الباص. طيب ليش ما نزلتي بعد ما مشي الباص؟ ليش انا عرفت باص شو لوين رايح؟ ما عرفت لو وقفنا بالاستراحة بحمص. ايه حمص قريبة عضة كوساي، كنت رجعتي. لما وصلنا على حمص انتبهت انه شنتايتي مو معي، ولما مشينا بالعرادة حسيت حالي مبسوطة، قلت يلا يوم البسط مو كل مرة بيجي. ومدير نادي رياضي بحلب قال لي ولا يهمك، بس نصل على حلب انا بامنك بسياره على الشام. قمت كفيت معهم. تعرفي كانت رحله العمر، يا ريتها تنعاد. لك صحي نسيت قلي بنتي رولا نجحت بالبكالوريا. لا عن جد الف مبروك. لا بيطلع لي لا تربيه وعلم نفس ولا فلسفه. ايه احسن، اصلا انا ما كنت حخليكي تدرسي يوم. اصلا هاي الكتب اللي كنتي عم تقريها هي اللي عقدتك، ومو ناقصك لا فزلكه ولا فلسفه. ماما حبيبتي هاي البكالوريا واخذتيها، خلصنا بلالك الجامعه. هاي اخواتك سجلوا بالجامعه ومثل قلتهم. حبيبتي انا بدي اياكم سيدات مجتمع، وهذا الشيء ما بده شهاده. خلص حبيبتي بكره بجوزك جوازه منيحه. ليش الجامعه؟ مشان تروحي وتجي؟ انسي لي اياها. بدي ما بدي ما بدي ما بدي كفي دراستي، ما بدي اتجوز. انا بركي ما انخطبت، بركي ما اجى العريس اللي انت بدك اياه. شو يعني بقعد بالبيت بتفرج على التلفزيون وبسمع اغاني؟ ما بدي. يعني ليش ما تتجوزي؟ ليش ما يجيكي عريس منيح؟ انت بنت اكريكوز، مليون مين بيتمناكي. بس رولا انت ماما هامله حالك، لازم تهتمي اكثر بشكلك. ماما معك حق، انت ما بتعتني بحالك مثلنا. بتعرفي ماما لو بتساوي لها عمليه تجميل لانفها بتصغري لها شوي. ما شفتي فاتنة بنت جيراننا؟ كان انفها قد الكوساي، وانت حكيتي هالحكي ان قلبت قلب. وارفعي لها عيونها وشيلي لها النظارات وحطي عدسات وانفخي تمك، ايه بتنقلبي قلب. شكلي هيك اذا ما بتجوز لحتى غير شكلي، ما بدي اتجوز بحياتي، ما بدي اتجوز. انت شو بفهمك؟ اختك بتاخد العقل، بس هي ما بتهتم بشكلها. ماما رولا حبيبتي انت بس طولي شعرك، الشعر الطويل بيلبق لك اكثر. ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي، بدي كفي دراستي. بس شو بدي ادرس؟ حتى حقوق ما بيطلع لي، رافعين علامات كتير. ادب الانجليزي ناقصني علامتين. اكيد بالمفاضله الثانيه بدهم يرفعوا العلامات اكثر. صباح الخير. شو قديه جمعتي؟
165 هذا اللي طلع معك؟ خليتينا نعاني شهر ونص مشان فحصك. ماما بدي اقول لك شغله. ومن بيت مين؟ من بيت الغرقان. غرقان غرقان غرقان، ماني سامع بهالكنية. شو قلتي لي اسم كنيتهم؟ من بيت الغرقان خالي، وابوه شوفير ميكرو، بس قال احيانا بغني بالعراس. واذا فقير وما معه مصاري؟ بكره بس يصير مشهور بيصير معه. اصلا هو ما رح يضل يشتغل بالمسابح، بده يمثل. عيلته بتحب الفن، ابوه صار عامل شريطين لهلا، كل شوفيريت المكاري بتحط شريط ابوه، حتى الناس لما بتطلع بالميكرو بتطلب انه يحطوا لهم هذا الشريط. هلا اهم شيء انا بحبه، مستعدة اعمل كل شيء كرماله، مستعدة اغرق انا وياه بالبحر. مو هيك رولا؟ مو انت بدك ياني غرق حالي مشان تتاكدي اني انا بحبه؟ هي اجتك على ايديا ورجليا، بكره بتغرقي انت وياه بنهر عشي. هيك هلا عم تتمسخري علي؟ وانا كنت اقول انه انت الوحيده اللي ممكن تفهمني وتوقف بجنبي. بس يا فيفي، موقف المنقذ تبعك كتير ضعيف، لك ما في عنده شيء ممكن يخلي اهلك يوافقوا عليه ولا حتى يقبلوا باهله. انت بتعرفي امك وخالك كيف بيفكروا، وحتى ابوكي. تخيلي ابوكي اجى على غفله هيك فجاه، شو بتتخيلي ممكن يعمل؟ شغلي عقلك بقى بلا مشاكل. يعني خلص بدك تتخلي عني؟ ايه بسيطه، جايك الدور بكره بيحطموا لك احلامك مثل ما حيحطموا لي احلامي. هلا بتروحي لعند امك وبتقولي لها اذا ما حتستقبل منقذ هو واهله بكره انا بدي انتحر، بدي موت حالي، بدي غرق حالي. وين؟ بنهر عيوشه. الو، هاي لملومه. لا حبيبتي. اي لا بكره لحظه، لا ماني حابه اروح المسبح، تعقدت من المسابح. اي حبيبتي، اي غير المشروع، لك شي مشروع تاني؟ اي خلص خلص بكره بحكي لك. طيب يلا باي. شو عم تحكوا؟ تحطيم احلام تحطيم احلام. دفرتوني لبرا مشان تحكوا على منقذ مو؟ مو. شو قالت لك كمان؟ قالت لك بكره بكسروا لي احلامك مثل ما حيكسروا لي احلامك. كيف يعني؟ ايش بيعرفني هيك قالت له. وشو قالت رولا؟ قالت له اذا اجا بابا كمان ما حيوافي. بس فريدة قالت له انه شافت منام، ما حكت له اياها، وقالت له بتروحي بتفهمي امك انه بدي موت حالي اذا ما استقبلتي اللي بده يخطبها هو واهله. والله هيك قالت له. ايه ويارا قالت له ايه روحي موتي حالك بنار ما بعرف شو اسمه. نهر بردة؟ امي نهر بردة قطة ما بتغرق فيه، ما في نقطتين. ما روحي شوفي مين وقولي لاخواتك العشاء جاهز. يلا بسرعه فرجيني. ابو راضي تياكي. هي الاغراض خانو، رحت على الشعلان لجبت لك اياهم، هون بالسوبر ماركت ما لقيتهم. تفضلي خانو، هي الفاتوره. ماما ماما قالوا لها ويارا جايين، بس فريده ما بدها تيجي. بس هي لسه لهلا ما تغدت، روحي ناديلا. ما حترضى. هات ابو راضي. الله معك. قولي لها عملت لها معكرونه يلي بتحبها. ايش وانا مالي شغله الا وروح نادي لها؟ ما حترضى. ما حلك تفهمي انها مقضربه عن الاكل؟ ما بدي اكل، ما بدي اكل، كلوا انتوا واشبعوا، انا بدي ضل هيك لحتى اموت. شوفي فريده، اذا مفكره انك هيك بتاثري علي بتكوني غلطانه. اصلا انا بدي غير طريقتي معكم كلها من اساسها، لانكم بنات ما بتنعطوا وش. شو فكرك؟ نسيت فصل مبارح؟ نسيت شو عملتوا برفيقة عمري؟ حق علينا لانه كنا خايفين عليكي، ما هيك؟ هي مو طريقة بنات بيخافوا على امهم، هي طريقة قتالين القتلة. لك بس بدي افهم، كيف طلع معكم هيك؟ اولاد الشوارع ما بيساوي اللي ساويتوه. على كل حال، قصة مبارح راحت. صحيح تكلفني بلاوي لطالع مطيعة من المصيبة اللي وقعتوها فيها، بس مشيتها. مو لأني قدرت خوفكن علي، لا مشيتها لحتى ما طالعكم بالخزوة قدام مطيعة وشمتها فيي وفيكن. أما قصة اليوم، أصحك تفتكري إنها حتمشي مثل ما بدك، فهمانة؟ اسمعي فيفي،
حطي كلامي حلق بأدانك. أنا لا يمكن وافق أبداً أبداً أبداً، ما حوافق إنه تتجوزي على كيفك وتشرشحيني وتشرشحي العيلة وتوقفي بنصيب إخواتك بجوازتك من واحد أندبوري مو من مستوانا. أي دخيل المستوى عن مستوى عيلتنا قال. نسيتي لكم واحد خطبتيني وكم محتال طلع بيناتهم؟ كلهم طلعوا أندبورية وما بيسووا مجرمين. بس هدنك قدموا حالهم صح، حطوا باعتبارهم مستوى عيلتنا. هدنك كذبوا وانتي حبيتي كذبتهم، حتى ما سألتي حالك إذا كانوا عم يكذبوا ولا لا. كل ذنبه لمنقذ إنه صادق، لا بده يكذب عليكي ولا حيكذب علي. أهم شيء إنه بيحبني، بيحبني إلي لأني فريدة، فريدة وبس. ولا واحد من اللي إجوا خطبوني حبوني مشان هيك، كلهم إجوا لعنا لأني بنت عيلة. لك أنت مو خرج الواحد يحكي معك، أنت بنت بلا ترباية، في واحدة بتحكي مع أمها هيك؟ اسمعي ولي، خليكي بلا أكل وبلا شرب حتى لو متي، سمعاني؟ حتى لو متي هالجوازة ما رح تتم، لا تحلمي فيها. وين تليفونك؟ وهي التليفون أخذته. الله يعينك تطلعي برات الأوضة، غير بالحمام ماني حابستك. لا لا تركوني بحالي بقى. شبكي عم يجعك شي؟ لا تقلي لي بعرف ما عم يجعك شي. وانتي ما نجحتي بالبكالوريا، لازم تفرحي. على شو بدي افرح؟ ليش انا حدا حاسس فيني بهالبيت؟ وقت كنت عم بدرس ما تركوا شغله ما سووها هن وفريده. مين هن؟ مين هن؟ انتو نحنا. مو انتي اللي بلعتي الراشدات؟ ما ليش انتو خليتوني اعرف ادرس؟ هاي نجحت وجوز علاماتي ما تدخلني اي فرع، عوض ما يعملوا لي حفله يحتفوا فيني وبنجاحي ويفرحوني فيها طلعت لي فريده بقصه جديده. معك حق، هي مو عيشه. تعالوا نسافر لعند بابا. بالله ليش انت بتعرفي لابوكي؟ بلا فلسفه، هي امك، امك اللي ربتنا، فهمتي ولا لا؟ صحيح مو عيشه بس امنا هي. شبكون ليش هيك ساكتين؟ ما تاكلوا؟ الو. ايوه. لا مو لفريده هاد، بعته انا اشتريته منه، لا بدقوا عليه مره ثانيه. ماما خدي موبايلي، ما عاد بدي اياه. خير ان شاء الله. وشو بكي انت الثانيه ستياره؟ ليش هيك مجومسه؟ ما بعرف بس اخواتي مجومسين، قلت بجومس مثلهم. علي علي. ماشي حبيبتي، وانت اللي قلتي هاتي عملوا كتروا. كلهم حردانين علي وناموا بلا عشاء. فريدة طول النهار ما داقت ولا لقمة، خايفة تمرض، هي حساسة كتير، ما بتتذكري شو صار معها بزمانه. الشبكة مطيعة، ليش هيك متحاملة عليه هون؟ خلاص ايه غلطوا، معك حق. ما قلتلك انا رح حللك ياها؟ لا حليتها. الرجال يلي تواسطته قال لي خلص انحلت وبالعلامة جبت له هدية محرزة. مطيعة قومي تعي لعندي، عن جد ما بقدر استغني عنك، بحاجة إلك عم قلك. وقت اليوغا تبعك؟ طيب ماشي، قلي لي شو أعمل، قلبي عم يتقطع. صحيح حاطط لهم العقدة بس ما بتتصوري شو صاير فيني من جوا، وخاصة رولا. مجرمة أنا؟ ما مجرمة. هي رولا بتحبني كتير ومتعلقة فيني. قبل ما أجيب عليا ما كانت ترضى تنام غير جنبي، وياما متخانقة مع أبوها مشان هيك. رولا كتير رقيقة ولطيفة. بنتي قتالت قتلة؟ هلأ هادي اللي طلع معك؟ احسبيها بنتك. شو بتعملي؟ قفز مظلي بلا مظلي؟ خاطرك عن جد هزيتي لي بدني، خاطرك فعلا. معهم حق بناتي، معهم حق، كأنك سفاحة.
خاطرك. ماما ماما تعي شوفي فريدة طلعت فوق الغزانة ومو قبلانة تنزل. تركي على الغزانة إلا ما تنزل، بس تنزلك بدها تنزل، بس الجوع بدها تنزل. خايفة عليها خالي لا يقوم يصير لها شي. ما بتتذكر هديك المرة وقت جبنا لها الدكتور النفساني؟ شو بتريدي يا خانو؟ يعني بدك توافقي على هذا العريس اللي ما بعرف منين لاممته؟ شوفي يا منيرة، هاي أمور ما بينسكت عنها نهائيا. نحن إذا طاوعناها وسايرناها منكون عم نقضي على مستقبلها، مو بس مستقبلها، مستقبلها ومستقبل كل أخواتها، لأنه رح يمشوا على نهجها ويقلدوها ويصيروا يعملوا مثل حكايتها. اسم العيلة كله بتأثر، فتعي عينك منيح يا منيرة. واتركي على الخزانة خالي، بركي صار لها انفصال شخصية، بركي جنيت. أهون أهون من اللي بدها تفرضه علينا بنتك. لكن معقول تجوز واحد شو قلتي لي بيشتغل أبوه؟ شوفير ميكرو خالي، وبيغني بالعراس. أنعم وأكرم بنتك يا خانم، بدها تفضحنا. ليش بنتي بدها تفضحنا خالي؟ أنت بزمانك ما كنتك تتجوز إنفادي؟ ضحكت علي، بس أنا صحيت فورا. الحمار بيطبس بجورة مرة واحدة وأنا طبست بجورة مرة واحدة. هلأ أنت شايفتيني أنا عم بعطيها وشي؟ أبدا. هلأ بنتك بدها تحط راسي براسي؟ أنا رجال كبير مرشح وزارة 10 مرات، يعني أنا بقدر أخلص حالي من هيك أمور ما بتأثر كتير. بس بنتك تساها عجيني رقيقة جدا، يعني معقول هي بتتأثر؟ بدها تقلدني؟ أنا بخلع رقبتها. خليها على الغزالة، خليها، لأنه إذا بدها تنزل وبدي أشوفها بوشي بدي أخلع رقبتها. أنا ماشي. ديري بالك وربي بناتك منيح يا منيرة، وإلا حتكون العواقب وخيمة. شو بدي أخذ أنا؟ جاكيت. بعمل هيك بعمل هيك بأخذ الجاكيت. شو عم تساوي هلأ؟ رايحة هي وخالك لعند الباب، وخالك وشه ما بيتفسر وعم بيقلها معلش يا منيرة خليها على الخزانة أحسن. إيه؟ ماما شو قالت؟ سكتت. بس ماما وشه ما عم بيتفسر. فيفي؟ ماما معها حق، وخاله كمان معه حق. يعني انتي لفيتي ودرتي وما لقيتي غير منقذ؟ لا تحكي عنه هيك، عيب، بده يصير صهرك. انتي شو عرفك فيه؟ شايفتي هيك على الماشي. لو كنتي قاعدة وحاكي معه كنتي غيرتي رأيك. منقذ كتير حباب وظريف وحنون، وكل أفلام السينما بتحكي عن بنت الأغنياء اللي بتتجوز واحد فقير. بقى ليش بالحقيقة لحتى ما تزبط؟ ولا الأفلام عم تكذب؟ لا، الناس هي اللي بتكذب وبتدعي إنه أفكارها شي وبتطبق شي تاني. بس بحالتك انت يا فريدة ما تزعلي مني، في شي مو ظابط. اللي بتحبيه بيختلف كتير 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 عن بيئتك. ني 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 ني، مشان الله لا تتفلسفي. خلاص تركوني بحالي، طلعوا من حياتي، بدي اختص من هون على الغزالة، بدي موت حالي. اشت عليها. هي سويت لك صنبيشة لبن، حطيتي لي فيها زيتون ونعنع. ايش حاد ومشارد، انا بدي مين يساوي لي صندويشة ما حطيت لك فيها غير زيت. راح خالو؟ ايه راح. ماما شو عم تساوي؟ ماما عم تحكي على التليفون، عم تترجاها لانتي مطيعة مشان تجي. اوعك ميمي، الرفض ابدا ما هو الحل ابدا. ناوري لما بيكون خصمك قوي لازم تتعلمي تناوري لحتى تتمكني منه. اول شي شو بتعملي؟ بتستنفذي قوة، ساعتها بيصير سهل عليكي، بنفسة وحدة بتزتيه بالأرض بتثبتيه بمحله، تماماً مثل ما عملوا بناتك معي. إيه مطيعة، خلصنا بقى، غلطوا منك السماح، لا تكوني لئيمة. المهم هلأ أنا ما عم بفهم عليكي، قلي لي شو ساوي؟ سايريها، قلي لأنك موافقة، وخليها من حالة لحالة ترفضه، خليها تكتشف عيوبه ونقاط ضعفه، ساعتها بتتأكد إنه ما بيناسبها. إيه، وبركي ما اكتشفت؟ بركي تعلقت فيه أكتر. مطيعة هاي مو لعبة. ميمي حبيبتي ما عندك أي خيار تاني، لأنه الرفض معناته عدم الحركة، وحالة الثبات بالحلبة بتعطي فرصة للغريم إنه هو اللي يناور. لا تخليه يناور أبدا. مطيعة بصراحة احكي كلام افهم عليه، يعني قليلي شو ساوي. عجزتيني ميمي، عجزتيني. ردي من وراي، أول شي بتوافقي، شو بتعملي؟ بوافق. تاني شي بتخليه يتقدم يخطبها، شو بتعملي؟ بخليه يتقدم يخطبها.
ساعتها من حالة لحالة بترفضه. افهمتي بقى؟ افهمتي؟ ايه فهمت. اشربي عصير، هذا فريش مثل ما بتحبي. مطيعة خالي، كيف بدي اقنعه؟ ناوليني 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 كاسة هالعصير. انا ماني عارفاني شو الله جابني لعندك اليومي، مع اني كنت داعي داعي اني ما دوس بيتك ابدا. اشربي، انا بشربي. تعي فظيعة. امسكي ماما. هلا انتي وافقتي؟ وافقتي ولا عم تحكي علي؟ لا وافقت على الخطبة، بس وخطبة طويلة لحتى يأمن حاله ويغير شغله. حيغير ماما حيغير. هو قال لي بس تخلص الصيف خلص بغير شغله. وحطي ببالك من هلأ، روحة وجاية معه لحالك ما في. روحة وجاية معه لحالك ما في. وبتسمعي كلمتي وبتعملي يلي بقلك عليه لحتى ما يسترخص فيكي. ايه ماما بسمع كلمتك وبعمل اللي بقلك عليه خلص حتى ما يسترخص فيكي. فيني خلص من ايدك هي لإيدك هي. وخاله وافق؟ لا لسه ما وافق، بس رايحة اقنعه. بس انتي روحي كلي احسن ما تمرضي، وزبطي حالك ومشطي شعرك. شوفي شلون منكوشة منكوشة. شو صار لها؟ ليش غيرت رأيها؟ هي أنت مطيعة أقنعتها. أنت مطيعة بتعرفه لما منقذ شيء؟ لا لا بتعرفه ولا بيعرفه. إيه ما بيصير، لازم تكون بتعرفه لتكون عاملة هيك عشان تنتقم منها. رولا خلص اسكتي ولا كلمة، أنا ما عاد أسمع منك أبدا. إيش منكم قصصكم؟ ضيعتولي وقتي. اعتبري ماما غيرت رأيها. بعمل هيك بعمل هيك. صارت الساعة 7:30، ما قالوا إننا مشرفين الساعة 7؟ أنا بستنى 5 دقايق كمان، إذا ما أجوا رح أمشي. ناس عوام ما عندهم احترام للوقت، ما بيعرفوا على إنه التأخير إهانة للي قاعد عم يستنى وترك أشغاله وأعماله. الشغلة واضحة واضحة من أولها. المهم ما في آخرة، بدنا نطول بالنا، لازم نسايرها ونكرهها فيه وبأهله. يعني بركي ما كرهته وكرهت أهله، بنت عقل خربان. أنا خايف نوقع بشر أعمالنا. خالي أنت طول بالك وترك هالشغلة علي، أنا بتصرف. فتري شو وقتي أمك بتفتح الباب. أهلا وسهلا. أهلين يا أختي. مرحبا. أهلين. تفضل. الداعي أبو منقذ عبدو الغرقان. شرفنا. ابني منقذ. اهلا وسهلا. كمان غرقان عنكم. مدامتي فايزه غرقان. اهلا وسهلا. تفضلي. اختي فاطمه كمان غرقان. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. شكرا يا اختي. شرفنا. اهلين. اهلا وسهلا. تفضل. خالي شرفوا. اهلين يا اختي. اهلين. اهلا وسهلا. تفضل. اهلين يا اختي. أهلا وسهلا. الداعي عبده، عبده الغرقان. صدقني يا أخي أنا أنقذت ناس كتير بحياتي، بس ضليت غرقان بهالمعمعة. عمو أمي، أم منقذ، عمتي، بدك تقول مثل أمي يعني فاطمة. Thank you.